لبطولة كأس العالم 2018 هنا في روسيا. ومن خلال هذا اللقاء في إطار مباريات المجموعة الثالثة بعد أن شاهدنا المنتخب الفرنسي وبصعوبة يتجاوز عقبة المنتخب الإسترالي بهدفين مقابل هدف واحد، ثم بعد ذلك في هذا اليوم شاهدنا ركلة جزاء أولى ضائعة على مستوى البطولة وعن طريق من؟ مرة أخرى مشاهدينا متابعي قنوات بي إن سبورتس في كل مكان، مرحبا بكم هنا في ملعب موردوفيا أرينا، الملعب الذي افتتح خصيصا من أجل نهائيات بطولة كأس العالم قبل شهرين من الآن، بعد عمل استمر لمدة 6 سنوات في هذا الملعب من أجل البناء الذي كلف 300 مليون يورو. كلف الحكومة الروسية 300 مليون يورو لتجهيز ملعب يتسع ل 41 ألف متفرج في بطولة كأس العالم، وبعد ذلك سيكون هذا الملعب قادرا على استيعاب 45 ألف هنالك فريق سيكسر رقم الآخر من خلال هذا اللقاء، وهو أكبر لاعب موجود في أرضية الملعب. كرة بمحاولة ومطالبة بركلة الجزاء، حكم المباراة بكاري قسامة. قسامة يشير بالاستمرارية في لقطة هذا المنتخب خلال الفترة الماضية لم يتعرض للخسارة، وبالتالي الوضعية من خلال هذا اللقاء ممكن أن تأتي بالخسارة الأولى. هذه الكرة والمحاولة الماضية، قبل ذلك كان محترفا في بطولة الدوري الألماني وفي بطولة الدوري المنتخب الدنمارك. اللاعب ويليام كفيس، كرة بمحاولة في منطقة الجزاء من جديد، لمسة في الجهة اليمنى، التقدم يأتي في اللقطة الماضية، والكرة في مونديال فرنسا يومها المنتخب الدنماركي، وبالتالي يكون حاضرا الأب والابن. كرة بتسديدة قوية لكن عند حارس المرمى كاسبر شمايكل. الأب والابن في كأس العالم، هل هي حالة نادرة على مستوى حراسة المرمى للمرة الأولى في تاريخ كأس فارش مايكل؟ بعد والده يظهر الآن ويتصدى للمحاولة، هو باولو مالديني الذي كان والده الراحل تشيزاري مالديني، لاعبين لمنتخب إيطاليا في بطولة كأس العالم خلال سنوات. ترمه بالمنتخب الهين، كرة بمحاولة ملعوبة لكن سهلة عند حارس، سببها هذا المدرب سنتحدث عنها لاحقا. كرة بتسديدة تأتي من فلوريس، كرة تحولت بعد ذلك إلى خارج أرضية الميدان. اللاعب الذي يلعب في اللي تأهل عن طريق الملحق يتقدم يسدد، منتخب بلاد الدنمارك يلعب الكرة والمحاولة الماضية تعود من جديد على مشارف في منطقة الجزاء، محاولة بتسديدة قوية تأتي أو هذا اللاعب اللي هو كاريو لاعب واتفورد. ريناتو يتقدم، بوتونيا يضرب رأسية لكن مرت الكرة. من خسارة ما بين الدول اللي موجودة في بطولة كأس العالم بعد أسبانيا وبلجيكا والدنمارك، بيرو اليوم تصل إلى بطولة كأس العالم وفي مشوارها على مستوى التصفيات لم تخسر في آخر 8 مباريات، في مشوارها على مستوى المباريات في الجهة اليمنى. كويفا يتقدم يمرر لكن أيضا تصطدم الكرة بوجود هؤلاء السمر في تشكيلة منتخب الدنمارك. كرة بمحاولة مرور وتقدم لكن أيضا انقضاض من أدفين كولا يبعد الكرة والمحاولة الماضية. جزاء في اللقطة الماضية، كرة من ركنية ملعوبة في منطقة الجزاء وتأتي حاضرة، وقرار حكم المباراة يأتي بوجود الخطأ لمصلحة حارس المرمى جاليسي حارس المرمى فيراكروز ذيقي فلامينغو البرازيلي. كرة بمحاولة تصل إلى سيستو، تسديدة 85، وبالتالي يعادل رقم بيزارو اللي عنده 85 مباراة دولية. كلاوديو بيزارو واحد من أشهر الأسماء التي لعبت للبيرو، واحد من أشهر اللاعبين في تاريخ البيرو على مستوى كان بعيدين بواقع 40 مباراة من معادلة الرقم القياسي. كرة بمحاولة ملعوبة في الجانب المقابل، طرف مميز هو بيرو، كرة بمحاولة أمامية ملعوبة مستعدة وبشكل كبير جدا، كرة بمحاولة مرور من رمية التماس بالمباراة هو اللاعب كويفا، أمامية ملعوبة الآن سهلة عند كاسبر شمايك. هاتي بيرو على مستوى الأداء وعلى مستوى الخطورة وعلى مازال قائم لكن إلى متى؟ عرضية في منطقة الجزاء، إبعاد يأتي، تعود المحاولة من جديد. تدريجيا بدأ المنتخب الدنماركي بالعودة إلى أحداث المواجهة بعد ستيليوسرا.
ملعوبة في منطقة الجزاء، راسية تأتي عن طريق اللاعب كريستيان إريكسن، عرضية داخل منطقة الجزاء مرت من أمام الجميع، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت الكرة بعد ذلك إلى ركلة مرمى. ركلة مرمى شوف ظهرت في مونديال 82، كرة بمحاولة قوية لكن إلى خارج أرضية الملعب. 82 في إسبانيا، شوف شوف اللي صار شنو، إن بيرو 78 لعبت ثلاث مونديالات من أصل أربعة متتصفيات، بيرو وصلت للمباراة الأخيرة من التصفيات أمام منتخب الأرجنتين، وكان لابد أن تنتصر في ذلك الحال. ريكاردو غاريكا، ريكاردو غاريكا هو من أبطل مفعول السحر، وهو من حرم بيرو عام 1986 من التأهل لكأس في الجهات اليمنى. محاولة مرور تقدم عرضية داخل منطقة الجزاء، الإمكانيات ما يكفي لأن تهزم المنتخبات الأوروبية من خلال المباريات الودية. كأس العالم أمور كثير كثيرة غير الأمور الفنية ممكن أن تتحكم في أداء اللاعبين وفي مسيرة منتخب على مستوى البطولة، لذلك لم تذر بمعرفة بقية التفاصيل. رونالدو ظهر لاعب فاينورد في هولندا، يمر في اللقطة الماضية، لعب كرة عرضية داخل منطقة، كرة بمحاولة أمامية وصلت إلى يورغنسن، رايق موجودة من الحكم المساعد الثاني في اللقطة الماضية، والقرار يأتي على أساس وجود التسلل المساعد. كرة فيها محاولة ملعوبة الآن، سقوط موجود، صفرة موجودة وخطأ، تظهر البطاقة الصفراء في اللقطة الماضية. مواجهة البيرو، بيركسن سدد لكن اصطدمت وعادت من جديد، ثم بعد ذلك حارس المرمى جاليسي يتصدى لتسديدة قوية جدا جاءت عن طريق البديل، يبدو اللاعب شوب حظا عليها بالشكل المطلوب، عادت في الجانب المقابل لمصاعد بيرو. لا، الخطأ على المهاجم، الخطأ على فارفان، محاولة ملعوبة لكن أدفين كولا عادت من جديد، توماس ديلاني سدد الكرة الماضية، لكن يوسف يوري بولسن هو اللي طالت عليه الكرة إلى خارج أرضية الملعب. في الجهة اليمنى محاولة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لازالت مستمرة ركلة جزاء يا قسامة، هذه ركلة جزاء، هذا مكاري قسامة، هي مباراة واحدة في كأس العالم 2014 أيضا كانت ما بين منتخب أمريكي جنوبي ومنتخب أوروبي، كانت ما بين هولندا وتشيلسي، منتخب بيرو من علامة الجزاء في المرمى. وين هذه؟ وصلت عند الربع في موسكو، بعيدة عن المرمى، بعيدة. ريكاردو غاريكا ما هو مصدق، لا 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 لا، وين هذه؟ والله محاولة تصل إلى توماس ديلاني في منطقة الجزاء، ملعوبة خطيرة الكرة الماضية، لم يحسن التعامل معها يورغنسن بالشكل المطلوب، وبالتالي وصلت بعد ذلك أو قبل ذلك كأس بيرو داخل منطقة الجزاء، تسديدة تأتي لكن تصطدم بولسن، يلعب كرة في منطقة الجزاء خطيرة، هاجم ولا عاد رجع، والد يوسف بولسن ولا عاد رجع في عام 1990، أبوه الله يرحمه كان مسلما من تنزانيا. في هذا اللقاء يلعب إريكسن في منطقة الجزاء، أبعدت في مرة أولى، وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضايع، خيمينيز سجل في مرمى مصر في الدقيقة الأخيرة وقبل الأخيرة، تشيريتشيخ وغولوفيت سجلوا في مرمى المنتخب في الجانب المقابل، لمسة في منطقة الجزاء سهلة عند حارس المرمى بيروت. يوهو، لا 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 لا، ضاعت الكرة الماضية، رقص كل الدنماركيين في الكرة الماضية، المتقدم كويفا لمسة برازيلية لأنه مع ساو باولو مرر، لكن الكرة خامس أيضا للدنمارك تبحث عن التسجيل، كرة ملعوبة، جول، يوسف بولسن باستعادة ذكريات الزمن الجميل، يحيي ذكرى لوالده وينعش كل تنزانيا قبل الدنمارك، يسجل، يضع كرة في المرمى وينعش مدرجات الموردوفيا أرينا، هدف التقدم يأتي، مر تقدم جاءت على
في منطقة الجزاء. عادت المحاولة في الجانب المقابل لبيرو في منطقة الجزاء، تأتي لكن تأتي وإبعاد لا زالت مستمرة، الخطورة لا زالت قائمة، الكرة لمصلحة المنتخب البيروفي، حتى من دون أي هدف، من دون أي هدف بانتظار إطالة منتخب